الذهب هو بالنسبة لي كان وسيط مبهر ودخلني في خامات وتكنيك جديدة اللي هي ان انا اشتغل بالاحبار فوق الذهبي على كانفاس فعمل لي كده يعني تركيبة جميلة جدا انا فنان تشكيلي واستاذ كلية فنون جميلة قسم ديكور الانسان والمكان دول هم المحرك الاساسي في كل اعمالي السيرة النبوية في وقت معين المسألة مش مرتبطة طبعا بنواحي تاريخية ونواحي عقائدية بحتة هي الفكرة ان الموضوع بيشغلني طيب لو انا عايز اتعامل معاها تشكيليا طبعا موضوع كبير جدا واحداث كتير جدا وقيم كتيرة جدا بتخلي الواحد في حيرة ما انا عايز برضو اخد جانب انساني مش مجرد هو سرد تاريخي لاحداث حصلت بعينها وبس انا بالنسبة لي من خلال الاطلاع والتفكير والسكتشات اللي عملتها فحسيت ان المسألة هي فيها احساس بانورامي الأربع لوحات الأولانيين اللي هم عامل فيل إنه أبرهة لما حاول يهدم الكعبة وبعدين اللي بعدها سميتها طيراً أبابيل الطيور لما جت وقضت على الجيش قبل الوصول للكعبة وبعدين حال مكة والكعبة في الوقت ده كعبة شكلها إيه؟ الأصنام اللي بتمثل طبعاً بالنسبة لهم رموز للآلهة اللي هي من كل اتجاه أنا عملت بحث عشان أجيب في الوقت ده الأصنام دي شكلها إيه؟ وكان شكلها كده ليه وكان عينيهم ليها شكل ليه وقفتهم ليها شكل معين كلها ثابت ليه كان عندي تخوف شديد موضوع فيه شقين في شق فني وفي شق مرتبط بناحية عقائدية وناحية ممكن تكون ناحية دينية يا ترى في ناس هتقبل ده ولا مش تقبل ده وهتقبل ان في نحت وفي انا عايز اطلع بره هذا الجدل اصلا يعني مش ده موضوعي انا موضوعي تشكيلي بحت العمل نعتبره ان هو منفصل متصل 16 لوحة اللوحة تمثل حدث قائم بذاته حدث متكامل وفي نفس الوقت لو حطيتها جنب اللي جنبها بتكملها اللي بعديها اللي هو الترتيب الزمني للأحداث دي أول مرحلة اتعرضت سنة 2010 لغاية 2021 فطبيعي ان في المراحل دي بيحصل تغير للفنان تغير في الرؤية تغير في إعادة الصياغة في تناول الموضوع لكن في رابط اللي هو شخصية الفنان اللي عبر التطور اللي بيحصل التطور الطبيعي للفنان المرحلة الأخيرة كنت دخلت في المرحلة اللي بشتغل فيها التكنيك الذهبي في ناس طبعا شغالين فيه من زمان مش جديد طبعا الأيقونات اللي هي في الفن القبطي فيها استخدام الذهبي وفي فنانين بيشتغلوا كتير بالذهبي لكن يمكن أنا تناولت الموضوع بشكل مختلف شوية أنا بتعامل مع الكانفاس نفسه وببدأ أجهزه بالذهبي متلزق ورق ذهب بحيث يبقى عندي كأني بشتغل على لوحة هي قطعة من الذهب اللون الذهبي لون طبعا قوي جدا وأخاذ ويخطف العين بشكل قوي فلو ما كانش فيه سيطرة إنه ما يسحبنيش برا الموضوع يبقى للأسف هيدي نتيجة تانية خالص الأحبار كوسيط ملون هيلون لي الذهب بس هيحافظ عليه يعني أي لون موجود في نسبة شفافية باين وراء تأثير الذهب مسألة بقى رأي الناس أو انطباع الناس في الفن بشكل عام مفيش حد بيعمل حاجة بيجمع عليها الكل الفن هو تفاعل طالما التجربة فيها نوع من الصدق ونوع من التفاعل اللي بيحس بيه الفنان هتوصل لشريحة معينة بنفس القوة